المشروع اصحاب ده احنا كلنا اصحاب في التعامل. الفكره جت ان هو الطالب سنه سته ابتدائي لازم يعمل مشروع تنميه مستدامه يعلمه الطالب سنه دي السيستم او البلان اللي احنا عملناه ثلاث مراحل فورم انفورم اند بري فورم وتدعيم المهارات اللغويه المهارات التكنولوجيه وفي النهايه تضمين التنميه المستدامه. يعني انا خدت